تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، وتفعيلا لعمل اللجنة الحكومية البرلمانية لإعادة بحث قانوني التقاعد وإعطاء موضوع التقاعد الأولوية في البحث للوصول إلى مرئيات وتوافق بشأنه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، أصدر معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب قرارا بتشكيل الوفد النيابي للجنة الحكومية البرلمانية برئاسة سعادة النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب وعضوية النائب ماجد الماجد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والنائب عبد الرحمن بو علي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والنائب عباس ماضي رئيس لجنة الخدمات. وأكد معالي رئيس مجلس النواب على أهمية مضاعفة العمل وتعظيم الإنجاز وإعطاء موضوع التقاعد أقصى درجات الاهتمام البرلماني وسرعة الانتهاء من الملف الهام وفقا للتوجيهات الملكية السامية، والتعاون التام والسعي المسؤول للتوافق مع ممثلي الحكومة وممثلي مجلس الشورى وبما يحقق المصلحة العامة ومصلحة المشتركين والمتقاعدين وضمان ديمومة عمل الصناديق التقاعدية بكل كفاءة ونجاح، مشيرا معالي بأن اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة ستعقد أول اجتماعها في الأيام القريبة، مشددا معالي على حرص السلطة التشريعية في تحقيق ما يصبو له الجميع من خير ونماء للوطن والمواطنين في كافة المجالات في ظل القيادة الحكيمة للعاهل المفدى.